لا أتم بالموضوع الذي تناوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعني يتمحور حول المشهد الذي يعني شوهد في سماء المغرب، يعني يوم الاثنين، يوم الثلاثاء عفوا زوالا، والذي يعني هو عبارة كما تشاهدون عن يعني مجموعة من الأجسام يعني تتحرك في السماء بشكل مستقيم ومنتظم كذلك. فباختصار إخواني أخواتي، فيتعلق الأمر بأقمار اصطناعية من نوع ستارلينك، يعني وهي بالمناسبة دي ميني ساتيليت، يعني تم إطلاقها للمرة الثانية على التوالي من طرف شركة أمريكية سبايس إكس، متخصصة في الملاحة الفضائية وكذلك الطيران في الفضاء. وصل عددها حوالي 60 قمرا اصطناعيا على علو 2280 عفوا كيلومتر تقريبا، ليستقر بعد ذلك على مدارها بعلو يعني يقدر بارتفاع تقريبا 350 كيلومتر. بالمناسبة، فيبلغ حجم هذه الأقمار الاصطناعية وكما قلت في البداية فهي دي ميني ساتيليت حوالي 280 كيلوغرام. هذه الأقمار الاصطناعية فهي متخصصة في مجال يعني الإنترنت، لذلك سميت بستارلانك. اما فيما يخص فالشركه، فكما قلت سبيس اكس يعني الشركه المسؤوله عن اطلاق هذه الاقمار الاصطناعيه، وتم اطلاقها مباشره بعد اطلاق صاروخ فلاكون نف بحوالي ساعه تقريبا. فوالا، دونك هذا هو يعني توضيح مبسط لما شهد في سماء المغرب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.